طيب احنا طبعا يعني انا مبسوطه جدا باللقاء معاك، ربنا وحقيقي يخليك، يعني انا مش عايزه اخلص الحلقه، ربنا يخليك يا نور. بس خليني اقول لك بقى، بما اننا في شهر رمضان الكريم، هل كابتن هشام حنفي في حد زعلان منه وهو من جواه كده مش قادر يسامحه في حاجه على مدار السنين اللي فاتت دي كلها؟ بصي، انا قلبي ابيض الحمد لله، يعني بجد ما بشيلش حاجه. ممكن ابقى زعلان طبعا، اكيد اكيد هبقى في ناس زعلان منها طبعا، اكيد في حاجات كتير ومواقف كتير، بس الحمد لله اسالي الوسط عني، الناس كلها عارفه ان انا طيب، وبكلمه واحده بنسى اي حاجه، حتى لو هو مين، يعني حتى لو داس عليا في اي حاجه بنسى، ما عنديش مشكله مع حد، لان انا الحمد لله اتربيت كويس قوي، ما بشيلش الحمد لله، زي ما بقول لك ما بشيلش من حد، يعني حتى لو حد ظلمني، وانا اتظلمت كتير في حياتي بجد، انا اتظلمت، يمكن هي دي اللي وجعاني قوي، ان انا اتظلمت في حياتي قوي وتعبت في حياتي قوي، وما تقدرتش التقدير اللي انا كنت اللي انا يعني كان نفسي ابقى فيه يعني. لكن الحمد لله دلوقتي انا متقدر بشكل كبير جدا الحمد لله، ومبسوط في عملي جدا، والحمد لله اسمي في كل حته الحمد لله كويس، وسمعتي كويسه، فانا مش زعلان من حد صدقيني يعني. تقول لي مين بقى رمضان كريم قبل ما نختم حلقتنا؟ ده اهل بيتي كلهم بصراحه، يعني اهل بيتي انا سندوني كتير يعني بصراحه، ووقفوا معايا كتير، وكل الناس بقول لها كل سنه طيبين ورمضان كريم طبعا ليهم. بحب كل الناس على فكره، انا ممكن احب اي حد عن نفسي يعني، ما عنديش مشكله، ممكن اساعد اي حد اكتر مني، لان انا بالنسبه لي الاهم ان انا بعمل حاجه لربنا، مش حاجه عشان منظره، انا بعمل حاجه لربنا دايما، لان انا بحط نفسي في موقفهم، لو انا في الموقف الفلاني وما لقيتش حد يساعدني هبقى زعلان، فعشان كده انا دايما بقف جنب الناس جدا، جبر الخواطر ده انا بعمله على طول الحمد لله، الحمد لله يعني. شكرا جدا يا كابتن، وسعيده جدا بلقائي معاك. دي كانت طبعا حلقه خاصه مع نجم النادي الاهلي السابق الكابتن هشام حنفي، شكرا لكم جدا، ودي كانت طبعا زي ما قلنا لكم يعني معظم كواليس كابتن هشام حنفي في رمضان، واتكلمنا طبعا عن ذكرياته في الاهلي وخارج الاهلي. وطبعا في نهايه حلقتنا بنشكرك يا كابتن، وسعداء بوجود حضرتك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. انا اللي بشكرك يا نهى جدا، شكرا جزيلا، واكيد بشكر كل العاملين النهارده في قناه النادي الاهلي، وبشكر كل الكرو اللي جه معاك النهارده وتعب عشان نعمل حلقه اللي ان شاء الله تعجب كل الناس، والسيت اب الجميل اللي كان موجود، وشكر خاص طبعا اكيد لقناه الاهلي، وعشقي كابتن محمود الخطيب. شكرك جدا يا كابتن، ودي طبعا كان لقائنا الخاص مع كابتن هشام حنفي، كلمنا فيه عن اسرار كتير وكواليس كتير وطقوسه ايضا في شهر رمضان الكريم. شكرا لكم جدا مشاهدينا، والى اللقاء.